السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناة سيمو ميلانجي التي تهتم بكل ما هو تقني ومعلوماتي. اليوم إن شاء الله سوف أشرح لكم طريقة رائعة جدا في تطبيق يوكات تمكنكم من ترجمة تلقائية للفيديو كامل. يعني مثلا لديك فيديو أنت تتكلم فيه فقط يعني وتريد ترجمته، يعني تريد أن تظهر فيه ترجمة مكتوبة مثلا باللغة الإنجليزية. سوف أريك طريقة بتطبيق يوكات تقوم بترجمة الفيديو كامل باللغة الإنجليزية. أوكي، كي لا أطيل معكم سوف ندخل إلى هنا هكذا لليوكات. أوكي، أنا لقد قمت بتسجيل فيديو مسبقا كي أطبق عليه هذه الخطوة. أوكي، هنا لدينا الفيديو. هو لاحظوا معي، سوف أشغله. أهلا بكم أعزائي فيه فقط الكلام. أتمنى أن تعملوا. أوكي، فيه فقط كلام. هو المشاهدين في قناتي، أتمنى أن تعملوا لايك واشتراك ويعني دعم لقناتي التي تعطي لكم كل ما هو جديد. كما تلاحظون معي هنا الفيديو ليس به أي ترجمة. أوكي، كيف سوف نقوم بالترجمة؟ ذلك هكذا، لاحظوا معي هنا هذه الخيارات، هي هنا كلمة الترجمة، هي كلمة الترجمة، لاحظوا معي هنا هي ترجمة. أوكي، لكن هذه الترجمة كيف تعمل؟ إذا ضغطنا هنا يقوم هيا يقول فقط يمكن أن نترجم دقيقة، لكن سوف أوريكم كيف تترجمون الفيديو كاملا. أوكي، هنا تختار اللغة العربية بهذا الشكل، تختار اللغة التي تريد أن تترجم بها الفيديو، مثلا تريد إنجليزية، أنا سوف أتركها عربية، لكن أنت ممكن أن تختار من هذه اللغات، ثم بعض اللغات الأساسية إسبانية، برتغالية، هذه إندونيسية، فرنسية، إيطالية، تركية، إنجليزية، ألمانية، صينية، المهم هناك دول يعني لغات دول كبيرة. أوكي، أنا سوف أختار العربية. أوكي، ما كيف سوف أقوم بترجمة هذه الدقيقة؟ أوكي، سوف أعود معكم هنا. كيف سوف أريكم الطريقة التي ممكن من خلالها ترجمة الفيديو حتى لو كان فيه 30 دقيقة أو حتى ساعة، لكن سوف يحتاج بعض العمل. ماذا سنفعل؟ سوف نقوم هكذا بسحب الفيديو حتى دقيقة. أوكي، لاحظوا هيا دقيقة سوف أسحب. لاحظوا معي هنا وقت الساعة هنا دقيقة بالضبط، ثم أقوم بالتقسيم بهذه العلامة، علامة التقسيم هكذا. بعد عملية التقسيم كما تلاحظون معي هنا أقوم بتحديد الدقيقة الأولى التي هي هذه، الدقيقة الأولى هي هذه. أوكي، ثم أضع على كلمة ترجمة تلقائية، وهي الترجمة النصية أو التلقائية، وهي نضغط عليها. أوكي، كما تلاحظون معي هنا إذا أردت يعني ترجمة الفيديو سوف يجب أن أضغط على هذا الفتح دقيقة واحدة. سوف يعني عندما أفتح هذا الإعلان أشاهد الإعلان، وبعد أن أشاهد الإعلان يقوم أوتوماتيكيا بترجمة الدقيقة الأولى. أوكي، أنا سوف أقوم بإيقاف الفيديو حتى أشاهد الإعلان وأعود معكم كي أريكم. لاحظوا معي هنا لقد شاهدت الإعلان، هذه العلامة هنا دليل على أنه يقوم بترجمة تلقائية لأول دقيقة. وستلاحظون معي وتشاهدون معي كيف ترجم الفيديو للدقيقة الأولى كله حرفيا إلى اللغة العربية التي خاطت. أنا اخترت اللغة العربية وسوف يترجم الفيديو، الكلام الذي أقوله سوف يقوم بترجمته إلى اللغة العربية، وممكن أن يترجموها إلى أي لغة من اللغات التي أريتكم التي يعني في الخيارات اللغة. أوكي، نحن ننتظر أن يقوم بترجمة الفيديو، عفوا الدقيقة الأولى من الفيديو، وسوف نفعل نفس الشيء بالنسبة للدقيقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة حتى إن كان الفيديو، لكن يجب أن تقوم بتقسيم. لاحظوا معي لقد ترجم، لاحظوا معي، لاحظتوا معي لقد ترجم الفيديو، الكلام مكتوب الذي كنت أقوله ترجمه تلقائيا.
حتى يعني كما قلت لكم يمكن أن تترجم فيديو حتى لو كان ساعة أو، لكن يجب أن تقوموا بهذه العملية التي قمت بها، أن تقسموا الفيديو كله إلى دقيقة دقيقة دقيقة، لأن الطريقة تشتغل على دقيقة واحدة، يعني يجب أن تشاهد الإعلان ويترجم لك دقيقة، وتشاهد ثاني الفيديو وتختار ثاني المقطع الثاني وتشاهد ثاني دقيقة، وهكذا كي يترجم لك الفيديو كامل. لاحظوا معي هنا، سوف أراكم كي تروا من الأول هذا الكلام الذي سأقوم بترجمه. في قناتي أتمنى أن تعملوا الاشتراك و يعني دعم لقناتي التي تعطي لكم كل ما هو جديد وكل ما هو متعلق بالأشياء التقنية. هذا الفيديو أنا عملته فقط لكي أشرح به فيديو آخر. لاحظتم معي ويقوم بترجمة ما أقوله إلى كتابة، يعني أنا اخترت اللغة العربية، لو اخترت لغة إنجليزية أو أي لغة أخرى كان سيترجم الفيديو إلى أي لغة أريدها. سوف أريكم أيضا، سوف نجرب أيضا الدقيقة الثانية. لاحظوا معي الدقيقة الأولى ظهرت الترجمة هنا على شكل كتابة، ترجمة تلقائية. أوكي، نختار ثاني الدقيقة الثانية ونعمل نفس الشيء كي تروا معي هنا، نضغط على ترجمة ثم سوف أضغط على فتح الإعلان كي أشاهده. سوف أوقف الفيديو كي أشاهد الإعلان، لأنه لا يعني لا يجب أن أقوم بتسجيل الإعلان في الفيديو، وأعود معكم. لاحظوا معي لقد شاهدت الإعلان الثاني الدقيقة الثانية، ويقوم بالترجمة الدقيقة الثانية كما وضحت لكم. هو لقد قام بترجمة الجزء الثاني أي من الفيديو أي الدقيقة الثانية. ولاحظوا معي سوف أشغل الفيديو وترون أنه ترجم ما أقوله حرفيا. لاحظوا دقيقتين كي أشرح لكم كيفية تقسيم لاحظوا معي الفيديو إلى ترجمة يعني مدة الفيديو كاملة إلى دقيقتين، يعني عفوا إلى سوف يعني أنقص صوت الفيديو كي تسمعوني عندما أتكلم. لاحظوا معي هنا يقوم بترجمة ما أقوله حرفيا. هذه طريقة حصرية على قناتي، لا أظن أن هناك شخص شرح هذه الطريقة، لأني يعني شاهدت العديد من الفيديوهات التي تشرح الترجمات، لا أظن أن أي أحد شرح هذه الطريقة. أنا أول تقريبا كما يعني لاحظت، الله أعلم، أول واحد يشرح هذه الطريقة. هذه طريقة رائعة، ويعني كي تترجم ما تقولونه من غير يعني بغير عناء الكتابة. أو أيضا هذه الطريقة ستفيدكم بالنسبة للناس التي تريد أن تعمل فيديو تقديم إعادة النظر، بالنسبة للناس التي تم إعادة قنواتها إلى المراجعة بسبب محتوى ما عاد استخدامه، أو ربما يعني الروبوتات يعني وقع خطأ وقامت بإرجاع القناة إلى المراجعة، يعطونكم فرصة في أول أسبوع كي تقوموا بعمل فيديو إعادة نظر يجب أن يكون مترجم حرفيا. يمكن أن تستخدموا هذه الطريقة لترجمة الفيديو الذي تشرحون فيه الأسباب التي يعني ومبرراتكم ليوتيوب لكي يقوم بإعادة تفعيل قنواتكم، ويطلبون منكم ترجمة الفيديو بهذه الطريقة. هذه الطريقة ستفيدكم في ذلك الخيار، ويعني هي طريقة سهلة جدا لكن تحتاج القليل من التركيز، كما يجب أن تعملوها كما شرحت لكم. يعني يجب أن تقسموا الفيديو كله إلى دقيقة فقط ملحوظة، يجب أن يكون دقيقة تماما، لا زائدة ولا ناقصة، حتى لو ما لا يجب أن تكون هكذا واحد كما تلاحظون معنا هنا دقيقة 1000، لا يجب أن يكون حتى جزء من الثانية زائد، لأنه إذا كان زائد حتى لو جزء الثانية لن يقوم بترجمة، سيقول لك أنك تعديت الدقيقة، يجب أن تكون فيه دقيقة بالضبط. يعني يجب أن تقسم الفيديو إلى دقيقة 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 وتقوم بهذه العملية التي شرحت لكم، وسوف تقوم بترجمة الفيديو كاملا إن شاء الله بهذه الطريقة.
كان هذا كل شيء في هذا الفيديو. أتمنى أن ينال إعجابكم، ويعني حاولت جاهزا أن أشرح لكم هذه الطريقة الحصرية على قناتي. أتمنى أن تفيدكم في يعني كما قلت لكم، الناس التي تريد أن تقوم بفيديو إعادة نظر، أو بالنسبة للناس التي تريد أن تترجم فيديو، يعني تحب أن تعمل فيديو وهي يعني تتكلم وفي نفس الوقت يظهر الكلام الذي يقوله مكتوبا تحت في الفيديو، سواء باللغة العربية أو بأي لغة من اللغات التي لديك في خيارات الترجمة. شكرا لكم، وأتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. شكرا جزيلا على هذا الدعم المتواصل، وشكرا للناس القديمة والجديدة والأصدقاء الجدد وكل من يزور قناتي لأول مرة، أو الناس التي تعرف قناتي. أشكركم جميعا، وأتمنى أن تدعموني دائما كي يعني أقدم لكم دائما الجديد والطرق الحصرية على قناتي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.